أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن إطلاق منصة مركز خدمة العملاء عن بعد، والتي تتيح للمواطنين إتمام جميع المعاملات الإسكانية التي يقدمها مركز خدمة العملاء في مبنى الوزارة، وذلك من خلال المنصة الافتراضية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، ما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم وخدماتهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة. في إطار المبادرات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة، قامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإطلاق منصة مركز خدمة العملاء عن بعد، والتي توفر للمراجعين جميع الخدمات التي يقدمها المركز بالوزارة، بما يضمن تحقيق معدلات مرتفعة على صعيد كفاءة الخدمة وسرعة الإنجاز. وتوفر منصة مركز خدمة العملاء عن بعد تنوعا على صعيد التواصل التفاعلي مع الوزارة، وذلك مواكبة للجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة خدمة العملاء ومن خلال مختلف القنوات المعتمدة لتقديم الخدمات الحكومية، في ظل التركيز على سرعة الاستجابة والإنجاز، إلى جانب تحقيق تطلعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية مستدامة وبأعلى درجات من الكفاءة والفعالية. تم إطلاق منصة مركز خدمة العملاء عن بعد، واللي تتيح حق المواطنين إتمام جميع معاملاتهم الإسكانية المقدمة في مبنى الوزارة من خلال المنصة الافتراضية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني. هاي الشيء يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم وخدماتهم إلكترونيا دون الحاجة حق أنهم يراجعون الوزارة. طبعا مبادرة إطلاق منصة خدمة العملاء عن بعد تأتي في إطار المبادرات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لتقديم خدمات تكون سريعة ومستدامة بأعلى درجات من الكفاءة والفاعلية. إن باقة الخدمات المتاحة عبر منصة مركز خدمة العملاء عن بعد توفر الوقت والجهد على المواطنين، وذلك من خلال إنجاز معاملاتهم الإسكانية دون الحاجة للمراجعة الشخصية للوزارة، تماشياً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وسعياً لتطوير أداء الخدمات الحكومية ودفع عجلة الأداء الحكومي نحو المزيد من الجودة والتميز. إطلاق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني منصة مركز خدمة العملاء عن بعد يأتي في إطار خطة التحول الرقمي الشامل للخدمات والمعاملات الإسكانية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة من أجل تلبية تطلعات المواطنين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة. خالد العون، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.